لنقاش ملف تجدد التظاهرات في البصرة. ينضم إلينا من المدينة التركية إسطنبول الباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. كيف تقرأ عودة المظاهرات في البصرة من جديد وكذلك عودة الاتهامات والقمع الحكومي؟ يعني هو في سياقها الطبيعي عندما تخرج مظاهرات ولم يحقق مطالبها فبالتأكيد ستعود هذه المظاهرات إلى ما كانت عليه. كانت هناك وعود لتلبية مطالب المتظاهرين من قبل الحكومة السابقة بزمن الأستاذ حيدر العبادي، ولم تفي الحكومة اللاحقة أو لم يفي نفسه السيد العبادي بتحقيق مطالب المتظاهرين، فعاد المتظاهرين إلى مطالبهم الحقيقية. أنا أعتقد أنه هناك حالة انفصام ما بين الشعب وخصوصا في البصرة وما بين الحكومة، وحالة الانفصام هذه من الصعب علاجها في بهذا الأداء الحكومي والذي يسوده الفساد وهو أس المشكلة في عدم تحقيق مطالب المتظاهرين. يتساءل هؤلاء المتظاهرون عن مصير الوعود الحكومية والاجتماعات التي عقدت في البصرة لحل أزمة المحافظة والمطالب التي يطالب بها الأهالي. هو بالتأكيد أنه كانت هذه يعني هذه الوعود ما كانت إلا للتسويف، ويتوقع أغلب النظام العربي عادة ما يبدأ ما يكون عليه ضغط يبدأ بالوعود ثم بالتسويف ثم بالاعتقال، وقد أصاب المتظاهرين من المداهمات والاعتقالات والاغتيالات وتهجير كثير منهم إلى مناطق شمال العراق. كل هذا هو سبب عودة التظاهرات، ولا تعلم الحكومة أن هناك نقطة لأي ثائر ولأي متظاهر، هناك نقطة يصل إليها المتظاهر بأنه يستطيع التضحية بنفسه من أجل هدفه. إذا وصل المتظاهر إلى هذه النقطة فهنا لابد الحكومة أن تستجيب إن كانت ذكية وإن كانت تدير الدولة بمبدأ مشروع وطني ولديها أي أدنى يعني فكرة سياسية لإدارة الدولة. يعني إذا وصل المتظاهر لهذه اللحظة عليها أن تستجيب، وإلا ستذهب إلى ما هو الأسوأ. نعم، لماذا فشلت الحكومة في البصرة كما في مناطق أخرى شهدت تظاهرات، فشلت في تلبية هذه المطالب على بساطتها وهي مطالب أساسية بالنهاية؟ يعني بالتأكيد هو الفساد، الفساد ثم الفساد ثم الفساد هو السبب بعدم تلبية مطالب المتظاهرين، وحالة الانفصام الموجودة ما بين المتظاهرين والحكومة هذا هي السبب الرئيسي. كانت قد وجهت اتهامات كثيرة للمتظاهرين من قبل مجلس المحافظة بأنهم مدعومون من جهات خارجية ويرتدون سترات الصفر، رغم أن هذه السترات ذاتها ارتديت في بلجيكا وهولندا وإيطاليا. يعني كيف تفسر مثل هذه الاتهامات؟ يعني للتاريخ أولا أنه أول من ارتدى هذه السترات هم البصريين قبل الفرنسيين وقبل البلجيكيين، والصور توثق ما موجودة، هذا واحد. ثانيا يعني إذا كانت فرنسا تدعم المتظاهرين وهي عضو دائم مجلس الأمن هذا الشيء يعني جيد. يعني إذا وصل صوت المتظاهرين لأعضاء مجلس الأمن الدائمين هذا أمر جيد جدا يعني، وستستجيب الحكومة. أنا أعتقد جميع حكومات النظام العربي لا تستجيب لأي متظاهر ما لم يكن هناك ضغطا خارجيا عليها، لأنها استضعفت الشعوب واستذلت الشعوب فلا تستجيب إلا بالضغط الخارجي، وهذا هذا الذي يجب أن يكون. والله لن يكون، احنا واثقين بانه لا مجلس الامن ولا فرنسا ولا الدول الاخرى تدعم هؤلاء المتظاهرين الذين هم شبه ايتام في الشارع، ولكن يا ريت انا والله اؤيد هذا ان تدعمهم فرنسا ويدعمهم اي عضو دائم في مجلس الامن لتحقيق مطالب. قال مجلس عشائر البصرة إن المحافظ سعد العيداني فشل في أداء مهامه بالرغم من حصوله على مبالغ حكومية، ودعاه أيضا للاستقالة فورا. ما مدى إمكانية استجابة العيداني لطلب الاستقالة؟ يعني الذي شاهد العيداني بالفيديو لا يمكن أن يستجيب، يدرك بأنه لا يمكن العيداني أن يستجيب. تصرف العيداني الذي في الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل وبعض القنوات تصرف غير مسؤول، ولا يمكن لأي مسؤول أن يقوم بمثل هذا التصرف. هذه واجبات القوات الأمنية عندما يكون يتجاوز المتظاهرين القانون أو يتجاوز الخطوط الحمر. نزول مسؤول بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة أعتقد لا يؤدي إلى تنازله أو لتحقيق مطالب المتظاهرين، لا يحققها ولن يتنازل للاستقالة وإلى غير ذلك. إلى أي مدى تظن أن القمع أو الوعود الحكومية ستنجح في إسكات المتظاهرين هذه المرة؟ أعتقد إن لم يكن هناك دعما دوليا وحماية للمتظاهرين أعتقد الحكومة ستنجح في قمع المتظاهرين، لأن علينا أن ندرك أن المتظاهرين هم بشر أيضا يتأثرون بهذا القمع،
وشاهدنا ان كثير من المتظاهرين هجروا الى اربيل والى محافظات الشمال، وهذا اعتقد انه الاسلوب الذي تنتهجه الحكومه في العراق وايضا في النظام العربي الذي اعتمد مثل هذه الاساليب في مواجهه شعوبهم. الباحث السياسي كنت معنا حسين السبعاوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.